السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات العيادة البيطرية. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على قطيع الدواجن أو قطاع الدواجن. بدأنا في بالدخول الفرخة، بدأناها من سلسلة خلفية زي ما احنا قلنا في المقدمة بتاع الحلقة الأولانية، سلسلة خلفية. احنا بدأنا من المجزر وهننتهي بالفرخة في المزرعة سواء كانت بياضة أو كان تسميم. المجزر الحلقة اللي فاتت شفنا دخول الفراخ على العربيات، وبعد كده عملية الدبح وعملية الفحص وعملية الصمت، ودخلنا على عملية التبريد. وكان في الوقت ده معانا الدكتور علي سويدان. اهلا ومرحبا بك يا دكتور علي. اهلا يا دكتور، اهلا وسهلا. احنا المره اللي فاتت او الحلقه اللي فاتت وقفنا عند الشيلر او عند ايه التبريد. هنستكمل مع بعض عمليه ذبح الفرخه حتى وصولها الى المستهلك. فهنبدا مع حضرتك، اتفضل يا دكتور علي. احنا وقفنا عند خروج الفرخه من الشيلر اللي هو المبرد المائي. وعلى فكره يا دكتور يعني في طريقه تانية للتبريد، ساعات بالهواء مش بالمية. الهواء هو اللي بنستخدمه في تبريد الفراخ. يعني في طريقتين، تمام. تبريد بالهواء وتبريد بالمية. احنا هنا شغالين بتبريد المية. يعني بعد كده بنعلق بقى الفراخ دي على جنزير خاص علشان تروح على تبقى يعني تتوزن كمبيوترايزد. بالكمبيوتر بتتوزن، بتمشي زي ما حضرتك شايف كده الفراخ على السير، وبعدين تتوزن بالكمبيوتر، وبعدين تقع على دروب ستيشنز كده خاصة بكل وزنة. يعني مكان بتسقط فيه الفرخة حسب وزنها. هذا المكان يكون معد سلفا. يعني احنا مثلا عايزين نطلع فراخ مثلا تدريج، نعمل تدريج للفراخ اللي هنكيسها تدريج معين، مثلا من 800 جرام او 900 جرام لغاية الكيلو 400 كيلو 500. انا ممكن كل ستيشن ده بعمله بوزنها، يبقى الاستيشن ده تنزل فيه فرخه كيلو. ده احنا شفنا في الفيديو زي ما احنا شايفينه دلوقتي، حتى انا موضحها ان كل استيشن حضرتك عامله عامل فيه وزنتين. ايوه، وزنه كبيره بالظبط عشان حتى يبقى العامل عارف ان دي الوزنه دي رايحه فين. ووزنه صغيره. وده انا موضحه في الفيديو، ان الكبير وضعه ايه والصغير وضعه ايه. لان ممكن انا ممكن ما نعملش وزنتين ولا حاجه، نعمل في كل واحده وزنه بالظبط. بس ده عشان يديني متسع لو انا عندي فرايتيز في التدريجات، تدريجات كتيره قوي عايزها، فاقوم احط وزنها كبير. مثلا احط 800 جرام مع كيلو ونص، مفيش حد هيتلخبط من فرخه 700 800 جرام وفرخه كيلو ونص. تمام. فبينزلوا في نفس هو في فاريشن مختلف فيه عشان حتى العامل يبقى سهل بالظبط عشان يبقى عارف زي ما احنا موضحينها في الفيديو قدام حضرتك. فبينزل بقى، يبقى العامل او العامله تاخد الفرخه دي، بتمر عمليه التكييس زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى هو وهو بيكيس الفرخه دي عارف ان الفرخه دي وزن كذا. تمام. يبقى فالكيس المناسب ليها اللي مكتوب عليه وزن الفرخة، هي الفرخة يعني تدخل في الكيس اللي المناسب لوزنتها. خلاص، يبقى عندها مجموعة من الفراخ اتكيست. للعلم حضرتك برضو عملية التكييس أو الباكينج بتاع الفراخ دي مهمة جدا، مهمة للغاية، لأن من خلال البيانات اللي على الكيس أو على الطبق المستهلك بيتأكد من حاجات كتير هنتكلم فيها بعدين. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، لازم الكيس ده او العبوه تبقى غير ممزقه. احنا هنتكلم على العبوات عشان ناخدها يعني سيريال زي ما احنا ماشيين. كل حاجه جايه احنا مصورينها بتفصيل جميل جدا ان شاء الله. فحضرتك العبوه هنتكلم عليها في اخر يعني في اخر الحلقه. طيب، وهناخدها بالتفصيل ومصورينها كلها. واخبال حضرتك، فاحنا هنكمل بعد ما دلوقتي وصلنا حطينا الفرخه اتكيست. اتكيست خلاص. يبقى جميع الفراخ مثلا الصالحه للتكييس، يعني الجريد ايه اللي ما فيهاش اي غلطه ولا عيب ولا حاجه. وزي ما انت حضراتكم شايفين برضو، ما قبل ما بتحط الفرخه للبنت تاني بتشيك عليها تاني لاي سبب، اللي هي الجوده تبص عليها تاني لاي حاجه مناسبه بتكيسها. خلاص، وصلنا للفراخ المكيسه. في جزء تاني، مش كل الفراخ بتكيس كامله. يعني لسه ده السؤال اللي هقوله لحضرتك. دلوقتي الفرخه السليمه ال 100 100 دخلناها في الكيس بتاعها، في بقى الاجزاء الجناح والورك والحاجات دي اللي احنا شايفينها زي ما احنا شايفينها في الصوره دلوقتي، ده له تكنيك تاني او له طريقه تانيه بدنا نتكلم عليه. احنا عايزين برضه باستفاضه على الموضوع ده. ما دي في ملاحظه بس بسيطه، ان الفراخ جريد اي دي بتتكيس، لكن ممكن فراخ جريد
ايه كويسه وكل حاجه، لكن احنا عايزين نقطعها. بالظبط، لان في طلبيات من المجزئات مطلوبه. بس هو المتبع، لكن اساسا المتبع اساسا جريد ايه في الكيس بالظبط كده اساسا بنكيس الفرخه الكامله اللي ما فيهاش اي حاجه. الجريد بي بقى ده بنعمل له نظام ثاني. ايه الجريد بي؟ يعني الفرخه اللي فيها جناح مكسور، بعض الغلطات إيه، اهمها الفراكشرز دي، كسر جناح، كسر رجل كده، قطع جلد مثلا الرياشه، في عيوب الرياشه مثلا او حاجه لو هي ضيقه زي ما قلت لحضرتك قبل كده، قطعت الجلد مثلا او قطعت اللحم. ساعات نمره ثلاثه في بريست بليستر، في كدمات، البروسيس دي كلها يعني الكدمات، انواع الكدمات كلها ده بيتقطع كله. ليه؟ عشان يبقى لنا فرصه ان احنا المكان الصغير، لو هي صغيره طبعا كدمه بسيطه خالص، ما يجبش نرمي الفرخه علشانها. فبنقطع الحته دي ونقطع الفرخه، نكيس الايه الاجزاء الاخرى. بس في بعض الناس اعزائي المشاهدين بيطلبهم، عشان بس المهم جدا ان انا اقول الحته دي، مش شرط ان الجناح او الوراك تبقى جريد 2 او جريد بي. انا قلت لحضرتك في بعض المربيين او بعض التجار بيطلبوا ان الفرخه تقطع مجزأة، تجزأ، يعني تبقى جريد 1 برضه بس ايه تقطع. ده معظم الشغل برضه كده، لان المجزئات عليها طلب كبير فبنجزئها. انا بس عايز اوضح دي عشان الناس هي حته المستبعدات دي بتبقى عدد قليل جدا، عدد قليل جدا، ولانه من القله بمكان، وان الديفكت اللي موجود او العيب ده بسيط خالص، فما نرميش الفرخ بس. ايوه ونقطعها. في بقى خط زي ما حضرتك شايف برضو، في خط تعليق اخر منفصل لوحده اللي اسمه خط التجزئه او الكتب لاين، خط التجزئه بنعمل عليه الفراخ اللي احنا عايزين نقطعها عشان نعمل اصناف اخرى مش فرخه كامله. بتمشي على برضو عده، وكلها ماكينات زي ما حضرتك شايف. في ماكينه مثلا لقطع الحته المؤخره بتاع الدواجن اللي هي الزلاموكه دي، وبعدين ماكينات لقطع الجناح. الجناح كمان عندنا نقدر نقطعه من الجناح. حضرتك انت عارف انه ثلاث مناطق بينها مفاصل، فنقدر لو نوصل لغايه ان احنا نقطع اي حته من عند الجسم او من المفصل الاول او المفصل الثاني زي ما احنا عاوزين وزي ما هي باينه في الصوره. يبقى في ماكينات لقطع الجناح، وبعدين ماكينه بعد كده تقطع الفرخه بالنص، مش طولي، بتقطع النص، يعني هيبقى في صدر ويبقى في ورك، عشان نعمل اصناف من الصدر. الصدر ده نقدر نعمل صدور بالعظم، او نشفي زي خط الصدور المخليه اللي هو الفيليه، زي خط التشفيه اللي واضح قدام حضرتك ده. احنا هنتكلم على خط التشفيه وعلى الصدور المخليه بس بعد. خليكم تاني يا اعزائي المشاهدين، وهنستكمل مع الدكتور علي سويدان مراحل المجزر، المراحل المختلفه، الرحله اللي بتاخدها الفرخه داخل المجزر الالي. دكتور علي، وصلنا لغايه الفرخه قطعناها وعملنا الصدور الفيليه او الصدور المخليه زائد الصدور الثانيه، بعد كده بيتم ايه؟ حضرتك الجزء السفلي بقى من الذبيحه او من الفرخه اللي هي الاوراك بتروح لصنف ثاني بقى، برضو زي ما حضرتك شايف على جنزير وماشيه وبتتجمع. بنعمل صنف الاوراك، ده الورك، فبيبقى في صنف للاوراك. الاوراك دي ممكن نخليها كمان تبقى من غير عظم، يعني اوراك من غير عظم بنعمل صنف الشيش، شيش طوق. كل دي اصناف يعني. كمان بنعمل للكبده، يعني صنف الكبده بنعبيه لوحده. او زي ما هو باين في الاطباق كده موجود. يعني احد الاصناف هي الكبده. الكبده طبعا زي ما حضرتك شايف بتمر بمراحل فحص مهمه جدا، لان الكبده يعني سريعه الفساد، وما نسمحش باي تلوث ليها، لازم تكون يعني فحصها جيد وتام. تمام. لو انت فاكر يا دكتور حامد معانا في الاول، هي في غرفه نزع الاحشاء بتنزل الكبده، بنفحص مرحله هنا ومرحله برضو عند الايه التعبئه النهائيه وقبل التعبئه النهائيه. بنفحص فيها ايه يا دكتور علي؟ بالظبط كده، انا عايز حضرتك خليك معايا بقى على دكتور حامد. لا عايزين نشوف ايه، احنا بنبص على تليف في خراريج. هي الفكره الاول، اول حاجه نعرفها لازم ابقى عارف الكبده السليمه ايه شكلها بالظبط، عشان اعرف المعيبه بالظبط او المريضه. تمام. الكبده السليمه لونها احمر غامق، احمر زي الموجوده في الصوره.
بالظبط احمر غامق واللون ده متجانس في الكبده كلها يعني الكبده يبقى احمر غامق متجانس. نعم ده في فراخ يعني الصغيره شويه او اللي هي في الغالب بتتذبح. ليه؟ لان برضو لو فراخ كبيره شويه او فراخ امهات بتختلف الامر شويه، يبقى من اللون الاحمر الغامق الى اللون الاحمر الفاتح او المشوب ببن او اصفر، وده بيبقى طبيعي. بس لان سن الفرخه بيقصر سن كبير. لكن معظم البرويلرز طبعا او فراخ التسمين اللي بتتذبح في المجزر بيبقى احمر غامق متجانس. القوام متماسك جامده، مش فريبل، مش فريبل، مش ما انا معاك، مش بتتفرك كده تحت صبعك جامده واحمر قاني او احمر غامق. دي كده طبيعي. دي كده طبيعي. او إيه لو هي كبيره تبقى بيل ان كلر شويه، تبقى اللون بيفتح شويه بيروح للناحيه الاصفر البني شويه كده. ده الطبيعي. الغير طبيعي بقى الغير طبيعي ان يعتريها نوع من الالتهابات. اول حاجه تلتهب الكبده، تبقى ملتهب، يبقى شكلها الظاهري ايه؟ برضه ده انا هربطه بالمستهلك عشان هو يعرفها كمان، هو وهي عايزه. ايوه كمستهلك. يعني الالتهاب ده بنبص لحواف الكبده، حواف الكبده. الكبده حضرتك عارف في الفراخ انها فصين، فص يمين وفص شمال، مش متماثلين في الحجم. الفص اليمين اكبر سنه تمام، وبيبقى فيه الحوصله المناعيه. الفص الشمال بيبقى اقل شويه ومشقوق او متجزأ بسيط. الحروف لو نظرنا للحروف، السليم الكبده السليمه بتبقى حروفها رفيعه وبزاويه حاده. لو هي ملتهبه في نوع من الكونجيشن او الالتهاب بتبقى الحروف مستديره. دكتور حمد دي برضو علامه نقدر نشوف بيها. نمره 2 افرض الحجم بقى تضخمت، تقريبا معظم امراض الدواجن الكبد بتتاثر وفي نسبه كبيره جدا من الامراض بتتضخم الكبد. يعني التضخم بقى يعني كبرت المستهلك ممكن ما يعرفش يا ترى دي متضخمه ولا ده حجمها الطبيعي ولا حاجه. برضه بنعمل تجربه بسيطه صغيره خالص بسكينه كده نعرف ان دي متورمه ولا مش متورمه. بنجيب سكينه يعني حاميه وبنقوم قاطعين شق طولي في الايه في 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 نسيج الكبده. لو هي كويسه وطبيعيه يا دكتور، مجرد ما بتشيل السكينه طرفي القطع ده بينضموا على بعض ولا كان حاجه حصلت. ممكن حضرتك في الدكتور حامد في تمام في الحيوانات الكبيره بقى يعني يكون في النوع المتورم لما بتشيل السكينه بيبعدوا عن بعض الطرفين وبيرتفعوا والنسيج بيرتفع شويه كده عن محل القطع. تعرف ان دي المتورم ده جميل مثلا يعني. ده جميل. طيب دي حاجه. نيجي بقى للفحص الثاني في الالوان. الالوان دي بقى لون الكبده احنا عرفنا اللون. اتفضل. لو انا بس عايز اوجز ان احنا نخلي بالنا من الحروف بتاع الكبد. الحرف طول ما هو محدب ورقيق ده كبده سليمه. لقيته بقى اتنفخ وبقى مقعر تعرف ان ده كبده مش سليمه. ونكمل برضه مع الدكتور علي. اتفضل يا دكتور. فحص الكبده بقى بيمر مراحل كتير الحقيقه برضه يعني اهمها يعني اهمها احنا عرفنا اللون الطبيعي واللون اللي مش طبيعي. اللون اللي مش طبيعي مش بس يعني يتغير بيتغير الى ايه بقى؟ ممكن بيبقى برضه في الانيميك بتبقى لونها باهت. ايوه مصفر. مصفر. يعني ناحيه الصفار. بدات تبقى دي برضه انيميك وهيبقى فيها عيب. ايوه. مثلا يعني. انيميك يعني ضعيف يعني الفرخه ضعيفه جدا وزال يبان بتاعها من الكبد، الكبد تلاقيه مدي لصفار. اتفضل. برضه نتيجه نزف جامد او نزف داخلي وخارجي جامد جدا او غيره. بيخلي يبقى احنا قلنا دلوقتي الحواف وقلنا السكينه لما نفتحها وترجع تاني زي ما كانت واللون في حاجه تانية؟ طبعا ممكن يبقى برضو اللون على اصفر شويه كده لون دهني. ساعات لما المحتوى الدهني للكبد يبقى كتير بيتحول للون الاصفر. ساعات برضو في لو تسمم مثلا ببعض المواد زي الفوسفور بيبقى اللون اصفر. طب حالات النكروزس اللي تلاقي النكروزس دي اللي تلاقي الفرخه استنيني شويه اللي تلاقي ده النكروزس صح لا لا لا, لا النكروزس هنتكلم فيها بشكل التفصيل. اللي تلاقي الكبد كلها نقر بيضة لان دي بنشوفها كتير في الفراخ. اصل انا بتكلم لغايه الوقت يا دكتور في لا مؤاخذه بتكلم في اللون.
انا كل ده في اللون. أيوة. لسه هتكلم عن على الحجم وهتكلم على الترسبات اللي على الكبد. ها من ضمنها بقى طبعا. سواء نديولز او فوكايز او حاجه. خش يا دكتور علي واحده واحده انا معاك. طيب ماشي. الفاتي اللي يعني في الفاتي ليفر سندروم الظاهره اللي بقول لك الدهنيه دي بتخلي اللون اصفر برضه. طيب ممكن يبقى ليفر مخضر قوي في السبايروكيتا في الموضوع الزهري. بيبقى بنسميه يعني ستيند ليفر بيصبغ بصبغ خضر. انا بتكلم عشان الالوان. شوف الالوان قد ايه. شوف يعني اصفر واحمر وشاحب وحاطط كده وحاططك وحتى اللون الاخضر. الاخير بقى والاكثرهم اهميه اللون اللي الشوكولاتس لون الشوكولاته او او برونزي كده. دي لانه مرتبط بالتيفود والسلمونيلا. وده من الامراض المشتركه طبعا بين الطيور والانسان وفي منتهى الاهميه. انا ان شاء الله اللي لقيت صور طبعا يا ريت هعرضها مع كلام حضرتك. ان شاء الله. اتفضل. موجود. في حاله لما يبقى شيكولتس كده او برونزي او بني غامق قوي. ده بيبقى بيدل على ان السلمونيلا او تيفود. تمام. ده مثلا ايه تغيراتها اللونيه. ساعات بقى يبقى تغيرات في الترسبات يعني تترسب عليها يوريتس مثلا في الجاوت في مرض الجاوت يوريا بيضه واخد بالك يا دكتور. ساعات يبقى مثلا فيبرينس اكسيوديت في حاله مثلا الايكولاي سبتسيما بيبقى لون اصفر يعني سائل اصفر في بين يعني في بين الغلاف بتاع الكبده وبين النسيج نفسه. دي نوع من انواع الترسبات اللي بتبقى على الكبد. انا هقول اوجز عشان ما نخشش في التفاصيل اكتر المشاهد يتوه مننا. اوجز موضوع الكبده بالنسبه للفراخ ان انت تخلي بالك من اللون. اللون الطبيعي هو الاحمر القاني. اي اختلاف عن وفي الطبيعي برضه اللي هو المسفيري شويه لو الفرخه عجوزه، لو الفرخه دي معديه يعني ايه قاعده عندك في البيت فتره طويله. اي لون مختلف عن الاحمر القاني او البيل انكارا اللي هو المسفير يبقى ده ما تاكلوش. جمعوا ورميه عليه فوكاي نكروز عليه لونه شوكولاته زي ما قال الدكتور علي لونه ملمسها فريبل كل ديت. اي شك في الكبده جنبها وركز بس على اللون اللون الاحمر القاني والتماسك بتاع الكبده. دكتور علي نخش بعد كده على المرحله اللي بعد الفصل او بقى نخش على التكيس بقى بعد ما كيسنا نعمل ايه في المجزر؟ احنا كيسنا دلوقتي فرخه كامله وبعض المجزئات يا دكتور زي ما حضرتك شايف. بعد ما كيسنا بقى المنتج ده لازم يدخل في مرحله الانفاق المجمده. انفاق التجميد. انفاق التجميد. قبل ما يخش انفاق التجميد نكتب عليه الاول تاريخ الصلاحيه تاريخ الذبح. ما هو مكتوب. ما انا هقول لحضرتك احنا عاملين ده برضو يعني طب يعني ما هو ايه اللي هيتكتب على ايه؟ ما هيتكتب يا اما على الكيس يا اما على الطبق او زي ما احنا شايفين. انا اصلا حبيت اظهرها للمشاهد لان هي دي اكتر حاجه تهم المشاهد. انا كنت في الانفاق قبل الانفاق بقى انا كنت يعني ما هتكلم عليها من خلال الكلام على التجميد يعني. طبعا عشان بنعمل لها عمليه تعبئه او باكينج بتبقى يا اما في كيس يا اما في طبق بستريتش زي ما هو واضح يعني. في الصوره. وعليه ستيكرز. الستيكرز دي بيبقى عليها البيانات او الكيس بيبقى عليه البيانات. ممكن او الطبق بيبقى عليه البيانات. ايه اهم البيانات بقى اللي بتبقى مكتوبه على بتاع؟ بيبقى مكتوب اولا اسم المجزر. اسم المجزر لازم نعرف ان ده مذبوح فين. مرخص ولا مش مرخص. مجزر محترم زي اللي احنا فيه عشان يعرفوا مرخص زي اللي احنا فيه ولا مجزر يعني. تحت السلم. نمرة 2 بيتكتب عليها الفئة الوزنية لو دي وزن كذا ولا وزن كذا كيلو ولا نص ولا أي حاجة أو تدريجة فراخ حسب حسب وزنها. نمرة 3 تاريخ الإنتاج. تاريخ الإنتاج لازم تاريخ الإنتاج ليه؟ علشان مدة الصلاحية. تمام. وهنا نقدر نتكلم ببساطة برضو وبسرعة على الفراخ المجمدة والفراخ الفريش الطازجة بيسموها المبردة. الفراخ المبردة بتبقى مدة صلاحيتها 6 أيام. 6 أيام بس. انا عايز اقطع حضرتك بس لان يعني دي اكتر حاجه تهمني كبرنامج وكمشاهد. اتفضل. عايز بايجاز سريع وبتركيز سريع. انا مستهلك عادي رايح اشتري فرخه عايز النصائح اللي تقولها لي. الفرخه ديت الفريش ابص على ايه والفرخه المجمده ابص على ايه؟ والله يا وايه الفرخه اللي انا اخدها وانا مطمئن
مطمئن واحطها في الحله مطمئن، وايه الفرخه اللي انا ابدا ايه اشك فيها واسال فيها؟ والله يا دكتور حامد انت يعني سبقتني، بس ده هيجي في سياقه. انا مش عايز اسبقك، لا لا ما هو ده هيجي في سياقه، بس نخلص حته اللي ايه الباكينج بيبقى مكتوب عليها ايه يعني. مكتوب عليها زي ما حضرتك قلت تاريخ الانتاج والصلاحيه واسم المخزن. واسم المخزن. لما خلصنا من الباكينج بتدخل بقى انفاق التجميد. انفاق التجميد ليه برضو؟ عشان ببساطه يعني الانفاق دي اللي احنا شايفينها اللون الازرق دي اللي بقى ابوابها زرق الاربع انفاق دول دي انفاق اسمها انفاق تجميد عميق او بنسميها فاست او بلاست فريزنج. تجميد عميق ليه؟ لان ما ينفعش يعني اخد الحاجات دي واروح اعملها في ثلاجه عاديه. لا طبعا لها عيوب ولا فده انا ببساطه يعني هقول ان التجميد العميق ده بيوصل لدرجه حراره الفرخه لغايه ناقص 40. ناقص 40 الفرخه من الخارج بتبقى من الانسجه الداخليه بتاعتها بتوصل حوالي ناقص 18 او ناقص 20. ليه بقى ناقص 18 ناقص 20؟ دي هي الدرجه اللي بتحفظ عليها في الثلاجات لشهور عديده ممكن. فيبقى عشان حتى نضمن تجميد كامل للذبيحه، تجميد كامل حتى من اعماقها، لان ممكن تتجمد من بره. خد بالك يا دكتور، انا عايز افهم حاجه بالنسبه لمقطع التجميد ده اللي هو سالب 18 في العضلات او سالب 40 خارج خارج العضلات، ده على الفريش وعلى المجمد ولا على المجمد بس؟ لا 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 ده المجمد. شوف حضرتك حضرتك ما هو احنا كنا عايزين نتكلم على الفريش. ماشي الفريش ما بيدخلش ايوه انا انفاق تجميد لازم لا معلش طيب الطازج او الفريش يا دكتور حامد ايوه يا دكتور حامد هو ده بعد ما نعبيه هو بيحفظ لمده 6 ايام في درجه حراره من 1 ل 4 ادي حفظه تمام من 1 ل 4 لمده 6 ايام لاقصاها 6 ايام يعني ابص على تاريخ الصلاحيه بالظبط كده لو تاريخ الانتاج او تاريخ التعبئه لو عدى الست ايام او السبع ايام ما اخدش غير صالح طبعا يعني مهم جدا ان احنا نعرف الفريش اقصى حاجه لها 6 ايام وتحفظ فينا دكتور علي درجه حراره 4 درجه من 1 الى 4 1 ل 4 درجه اقصاها 4 يعني اقصاها 4 المجمد هو اللي بيخش ولذلك يا دكتور حامد بننقلها في عربيات تبريد مورده ثلاجات يعني الانفاق دي ما بيخشهاش غير المجمد بس طبعا يعني الانفاق اللي احنا شايفينها الزرقاء دي ما بيخشهاش غير الفريش الطازج ده مش هجمله تمام يبقى خلاص عرفنا ده ودرجة حرارتها من 1 ل 4 وبالمناسبة برضه ما دام يعني بنتكلم على الفريش نسب السائل المنفصل او الميه بتاعة الطازج ده علشان مدته قليلة فبتبقى نسبة لا تتجاوز 1% يعني مش يبقى الطبق غرقان ميه ولا كده دكتور علي طب في بمناسبة الميه يعني في طرق من طرق الغش بالنسبة دي انا شفتها وجايب منها صور وهعرضها برضه مع حضرتك من الغش في الوزن بالنسبة للمجازر طبعا الكلام ده مش موجود عندكم نهائي ان هو العامل بيجيب سرنجه كلها ميه ويضرب الميه في نسب ميه بوز الميه اولا دي مشكلتها ايه يعني هو عشان يكسب ربع كيلو زياده او 100 جرام او 150 جرام زياده في الفرخه بيعمل مشاكل في الفرخه هو ما حدش تخيلها يعني بيدخل ميديا او وسط بالظبط جيد لنمو البكتيريا بطريقه رهيبه، انا بجمد البكتيريا وبجمد الفرخه وبقلل الدم الموجود فيها وبقلل اي موتشر موجود فيها واي سوائل موجوده فيها عشان اقلل عدد البكتيريا بتاعها عشان اعمل لها كيبنج كواليتي صح او اعمل لها حفظ صح لمده سنه او مده من 6 شهور لسنه. يجي الغشاش ويضرب الميه في الحاجه دي، هو بيستفيد ربع كيلو او 100 جرام او 150 جرام وبيضيع اقول ايه اضيع ملايين ان هو بيدي الميكروب داخل وبيعيشه بيدي له وسط يقول له عيش ترعرع امه بالزبط. ايه رايك حضرتك؟ لا تعقيب انت قلت كل اللي المفروض اقوله كلام سليم بس انا عارض صور ده كلام سليم عارض صور بالشكل ده من كذا واحد سليم وبرضه من الحاجات اللي انا حزنت منها جدا بس دي احنا ان شاء الله مش موجوده هنا وهنتكلم عليها في الحلقه القادمه ان شاء الله اللي هي عمليه اخذ المخلفات المجازر دي ويدخلوها في البروسيسنج ميت في اللحمه اللي هي السجق والبسطرمه والحاجات دي يعني احنا قلناها في حلقه قبل كده وهنقولها تاني برضه في الخطوره اللي احنا بناخد المخلفات دي وبنعمل بها اللانشون هنتكلم عن المخلفات احنا هنا المخلفات المفروض تروح للاعلاف احنا ناخدها جزء جزء لغايه ما نوصل للمخلفات ان شاء الله يا دكتور علي
احنا عرفنا بقى اللحمه الفريش يعني والمنتج الفريش الطازج مده صلاحيه 6 ايام وبيتخزن على من 1 لـ4 درجه. المجمد بقى ده مختلف، لانه قلت لحضرتك بيتجمد على ناقص 40 تبريد عميق جدا وفجائي. نعم مهم جدا انه فجائي سريع صادم مهم جدا عشان مسميه فاست فريزنج او بلاست فريزنج، فجائي وسريع وعميق. كل ده علشان سوائل الفرخه نضمن انها ما تنزفش بقى، تجمدت يبقى التجميد ومن الداخل من اعماق الفرخه. حتى لو في ميكروب هيحصل له ايه؟ ما هو التجميد ده والتبريد ده بيوقف نمو البكتيريا نهائي، حتى لو في بكتيريا ما انزيماتها ولا اي حاجه. بالظبط ده كله لو فرزت الانزيمات هتعمل لنا مشاكل بالظبط كده، كله في اطار سلامه الميت، هتعمل الدرابيز للميت. ادي حضرتك ده قيمه التبريد التجميد العميق يعني، والفجائي عشان زي ما حضرتك قلت البكتيريا اللي هي بتعيش في الوسط العالي والوسط المنخفض ده كله يموت ويحصل كريستلايز يعني الايه لشويه الميه او شويه السوائل البسيطه انها عشان تعمل وقف لنمو البكتيريا دي. يبقى شوف كذا فايده للتجميد العميق. ومن اهمها برضو انت تفتكر ان عشان انسجه الفرخه الداخليه تبقى ناقص 18 على الاقل، عشان دي الدرجه اللي هتتخزن فيها شهور عديده. نعم. وفي ميزه كمان في التجميد السريع ده، ان التجميد البطيء بيعمل حاجه اسمها بلورات ثلجيه كبيره، لارج ايس كريستلز. الكريستلز الكبيره دي مع التجميد البطيء لها عيوب خطيره على الذبيحه. تمام. بتعمل ايه؟ تمام. ببساطه برضو عشان تمام. ايوه مش عايزين ما ندخلش بس جميل، كلام جميل انا عايز اسمعه. يعني الكريستلز الكبيره دي اللي هي بتبقى نتيجه التجميد البطيء، ها بتعمل ايه؟ بتضغط على الاستراكشر بتاع السيل بتهتكها، وتضغط على الفيزلز الشعيرات الدمويه وتقطعها. لذلك بيظهر حاجه اسمها الماشي ميت، مهترئه برضو وحمراء نتيجه ان الدم نزل في اللحم ده، ونتيجه تكسر الخلايا بتاعت العضلات. تمام. النسيج العضلي. تمام. شوف الكريستالز الكبيره دي بتعمل كده. التجميد العميق ما بيعملش كريستالز كبيره، فما بيحصلش فيها الظاهره دي. احنا ما خدناش فاصل، هناخد فاصل عشان حضرتك تشرب الميه وتشرب العصير بتاع حضرتك، وبعدين نرجع مره ثانيه مع الدكتور علي. فاصل وما تروحوش بعيد الموضوع. رجعنا لكم اعزائي المشاهدين بعد الفاصل. قلنا قبل الفاصل بنقول على التجميد وعيوب المزايا بتاع التجميد وعيوبه، وهنستكمل الكلام ده مع الدكتور علي سويد. اتفضل يا دكتور علي. استكمالا للموضوع التجميد يا دكتور حامد، في ملحوظتين عايزين بس نقولهم برضو من عيوب التجميد. زي ما قلنا في الحلقه قبل الفاصل هنتكلم على قد يظهر حاجه اسمها اسوداد للعظم او سداد للحم، يعني الذبيحه او الفرخه بعد التجميد بتلاقوا فيها حتت غامقه كده او حمراء مسلوقه زي ما لا مش مسلوقه يعني لا غير كده. المسلوقه والحاجات دي احنا اتكلمنا عنها في اللحمه اللي قلنا ماشي طريه وكده نتيجه الكريستالز والحاجات دي. لا دي حاجه تانية، دي حاجه تانية. بيظهر لون احمر نتيجه صبغه معينه اسمها ميت مايوجلوبين، بتطلع ليه؟ لان نخاع العظم بيطلع هيموجلوبين، يعني نسبة من الهيموجلوبين اللي موجودة في نخاع العظم بترتشح عبر مسام العظم وتبقى على السطح الخارجي للعظم وعلى العضلات المجاورة، حتة اللحم المجاورة. هذه الصبغة لو أكسدت بأكسجين يعني طلها هواء تسود وتعمل الصبغة. خد بال حضرتك. طب دي ليه ولا أسبابها إيه برضه؟ أسبابها الحقيقة كتير، من أول الذبح لو البليدنج مش حلو. لو الناس مش كويس، لو السكالدنج عالي، درجه الحراره عاليه قوي، واخد بال حضرتك، وبرده لو الكريستالز ايه موجود. كبيره فبتعمل النوع ده. طب دي مضره ولا عاديه؟ الحقيقه عايزين الحقيقه. غير مضره في الاستهلاك. تمام. يعني انت تتاجر واخر جمال مفيش مشاكل. تمام. انما بس عشان الشكل، لو في ناس بتهتم بالشكل او كده. لا ما احنا قاعدين معاك عشان نوضح ان دي سليمه جدا. طيب خلاص سليمه جدا، لكن هي يعني تاثر على الشكل مثلا، ده حاجه ثانيه، موضوع ثاني، نعرف اسبابها علشان نتحاشاها برضه. في اخر عيب من عيوب التجميد حاجه اسمها الفريزنج بيرنز، حروق التجميد. يعني ايه حروق التجميد؟ ببساطه دي لها علاقه ريليتد خالص بالباكينج بتاعت الايه؟ الذبيحه او المنتج.
العبوه بتاعته. لو العبوه دي غير محكمه يا دكتور او اتقطعت اثناء الهاندلنج او النقل او حاجه اتقطعت الكيس اتقطع او حاجه وطال الفراخ اللي جوه دي بيحصل ايه؟ بيحصل عمليه ان الميه في جميع صورها بتتبخر حتى لو مجمده. يعني الماء المجمد ده بيتبخر وهو متجمد دون المرور بالحاله السائله، ودي بسميها سبليميشن او حاجه زي كده، ظاهره ايه؟ التسامي، بيسموها التسامي. يعني بتتبخر الميه وهي متلجه. فاللي بيحصل ان الحته المتعرضه للهواء دي بتسود او تبهت ولونها يبقى بني. لما اتقطعت حته من الكيس كبيره اتعرضت اتبخرت اتعرضت للهواء بتبقى لونها بيغمق كده وبيبقى يعني رمادي على بيج، بتبقى نسميها حروق تجميد. يعني بتاثر في شكل المنتج يعني. وما بتعملش انفيجن يعني دخول للميكروب في المنطقه دي. ما هو برضه لما اتعرضت للهواء بالظبط. فده بيبقى عيب. لا ده عيب، ما هوش على مستوى اللعيب الثاني طبعا. أيوة ده عيب خطير. لذلك للاستهلاك الادمي، لذلك الراجل اللي بيستهل العميل اللي بيشتري يعني لازم ياخد عبوه مقفوله تماما. ما هو ده اللي انا عايز نقوله. ان هو اي خبط حتى في الكاند بيف اللي هي اللحوم المعبأة البيفي او المجمعه اللحوم اللي هي المصنعه ديت، برضو اي خبطه في العلبه ما تجيش ناحيتها. اي جرح في الفرخه في الكيس ده معناه ان في ميكروب دخل، في انفيجن للميكروب او دخول الميكروب. فدي غير صالحه، دي غير اللي هي بيقول عليها الدكتور علي عمليه سوداد العظم. سوداد العظم ان انت تلاقي بعد العظمه، بعد عند ما تتعظم تلاقي جزء من اللحمه اسود، ده ما فيش فيه مشكله، ده صالح. لكن اللي اتقال دلوقتي اللي مقطوع ده غير صالح، ما تجيش ناحيته، ولا صالح الاستهلاك الادمي. يهمنا النقط دي الحقيقه توضحها عشان بعد يا دكتور انا فاق التجميد بتتاخد بقى على الثلاجات تتخزن او تصرف للاستهلاك بقى. يهمنا برضو حته بسيطه كده في الثلاجات، يعني احنا لما بتتخزن الثلاجات بتتخزن بقى على درجه ناقص 18 دي او ناقص 20. المده بقى بتاعتها ما اتكلمناش يمكن عن المدد المجمد، بتقعد لغايه سنه. ايوه من 6 شهور لسنه. لغايه 12 شهر. والفريش 6 ايام. والفريش 6 ايام، بس المجمد الكبده مثلا غير كده، الكبده اقصاها 7 شهور. مده صلاحيه الكبده 7 شهور مش سنه، مش لغايه سنه، 7 شهور. ساعات بنعمل نوع من انواع المفروم، اللحم المفروم يعني. ده حضرتك بيبقى مدته حوالي 3 شهور. 3 شهور. صلاحيه 3 شهور. يبقى صلاحيه 3 شهور للمفروم، 7 شهور للكبده. المفروم بيجي زي ما انا عارف من البروسيسنج، من الحاجات اللي هي متكسره، الاجنحه، اللي ما اعرفش دلوع، الحاجات دي كلها بيخش يتعمل مفروم، ولا بيجي منين؟ لا يعني احنا اللي بنعمل احسن يكون بيجي من الباي برودكت ولا حاجه. لا لا مشكله. لا لا لا. ما هي صح كده. هو ممكن يجي من كده، من بعض في بعض اماكن. يعني يفرم اي حاجه. لا اولا المنتج ده، المنتج بتاع المفروم اللي احنا بنعمله هنا في ماكينه خاصه بيه، بنفرم الهياكل. لما بنعمل الفلاهات بيتبقى ايه؟ الهيكل. فيليه ده يعني تشفيه للصدر. طب الهيكل بتاع الصدر ده بيبقى موجود. فممكن ساعات يتباع يعني برضو، لكن احنا هنا بنستخدمه، بنفرمه مع بقايا اللحم اللي فيه، مع بقايا اللحم اللي فيه. ويعني احنا كان زمان يعني اقول لحضرتك الكلام ده ليه؟ كان زمان بنلاقي في البياعين في الاسواق بنلاقي معاهم رجول فراخ. الكلام ده كان من زمان، اقول لحضرتك بس كان زمان الحاجات دي موجوده، كانت في رجول فراخ، رقبه، معرفش، كنا نروح نشتريها لاكل الكلاب ونشتريها الحمارات كده. دلوقتي ما عدناش بنشوف الحاجات دي خالص. ليه ما عدناش بنشوفها؟ لان الحاجات دي بقى تخش يفرموها. لا يا دكتور ما اعتقدش يعني. لا ده يعني انا عندي ريسيرش بكده وهعرضه برضه، وانا يعني بالحاجات اللي بتتاخد بقى اللي هي ده تدليس ومخالف. احنا عايزين ناكد على ده. ممكن حضرتك بقى تعمل فيه حلقات كامله. يعني لا. بس برضو انا احب اوضح ان احنا اللحوم اللي هي البروسيسنج اللي من الفراخ بالذات، اللي هي يقول لك لانشون من الفراخ، ما اعرفش ايه من الفراخ، ده تخلي بالك منها كويس جدا. لازم يكون المجزر او المصنع اللي علامته على العبوه لازم يكون مصنع معترف به، او مصنع مرخص، ماركه مسجله، او مصنع مرخص، او مجزر مرخص. هنقول ده برضه يا دكتور. غير كده يعني انصح. لا معاك يا دكتور علي. خلاص كده يبقى تقريبا بقى يعني تتخزن بقى المنتج في الثلاجات لغايه صرفها بقى او يعني تسويقها يعني. تمام. ويبقى كده تقريبا تمام. وصلت للمستهلك بامان.
حضرتك شايف، خد بالك يا دكتور حان، ركزنا كله على المحتوى البكتيري والحاجات اللي بتصيب واللي ولا عشان توصل للمستهلك. المستهلك جيدة جدا اللي بيمر على مجزر يعني مظبوط او صحي او زي ما احنا شايفينه هنا. ده حاجه انا ما كنتش بحب الفراخ، انا احبها بعد لا كده. لا تقريبا ما بيبقاش فيها يعني، يطمئن المستهلك تماما، يطمئن المستهلك تماما. وهنكمل النقط دي بعدين بقى. فيبقى كده خلصنا، اذا راح له منتج سليم. في بقى السؤال الاخير يا دكتور عادل، اللي انا بتكلم فيه من ساعه، اللي هي المخلفات اللي طالعه من المجزر، حضرتك بتروح فين بعد كده؟ برضه بصفه عامه مخلفات المجازر الدواجن بتبقى في حدود كميه كبيره مش صغيره، بتبقى في حدود من 25% ل 30% من الوزن الحي. فدي كميه كبيره بتشمل حاجات كتير زي حضرتك بقى ايه، الارجل والروس اللي اتقطعت قدام حضرتك في المراحل السابقه، والمصارين والريش والاحشاء والدم، مش كل ده مخلفات. نعم. مخلفات بتساوي حوالي 30% كبيره. تمام. فيبقى عندنا لازم نفكر تفكير نستفيد من هذا الوزن الكبير، بحيث نستفيد منه ماديا ونستفيد منه في الحفاظ على البيئه، لان هذه المخلفات لو تركت وترمت في اي حته وتعمل مشاكل كبيره جدا لا حد لها. ده اللي هنقوله في الحلقه القادمه اعزائي المشاهدين، على المخلفات وتطريقه تدويرها مره اخرى واستخدامها كعلف حيواني للفراخ او لبعض الحيوانات، وهنقارن ان شاء الله بينها وبين المخلفات اللي بتترمي في الشوارع عند اخواننا الفرارجيه، وفرق التلوث هنا وفرق التلوث هنا. ده ان شاء الله موضوعنا الحلقه القادمه. برضه معانا الدكتور علي سويدان، سعدت بلقائكم، والسلام عليكم ورحمه الله.